انا هدوك كده ان بريف الكفر شيت ده عباره عن ايه. الكفر شيت ده اللي هتسلمه مع الاس ار اس، يعني انت الاسبوع الجاي هتسلمنا الاس ار اس دوكيمنت هارد كوبي خلاص، محدش بقى يجي لي معاه سبهايه ويقول لي انا معايا سبهايه اصل نسيت البتاع نسيت اطبعه. هارد كوبي وعليها الكفر شيت. الكفر شيت ده از ماست كويس. حضرتك هتيجي من غيري وهقول لك مش هناقشك من الاخر كده يعني خلاص. نعم ما انا هقول لك المفاجاه. فالكفر شيت ده از فيري امبورتنت. الكفر شيت ده هقول لك كمان شويه هو عباره عن بتحط فيه بروجكت نيم، اسم البروجكت بتاعك اكونتنج سيستم تايم تيبل ولا وات ايفر، لانجوج اللي انت استعملتها بي اتش بي ولا اس بي. بعدين هتروح حاطط الجروب نيم. الجروب نيم ده اللي هو اسم الجروب بتاعك الفرافير السبعه بقى ولا معرفش انت حر يعني. بعد كده هتحط التيم ليدر نيم، بعد كده هتحط الايميل بتاع التيم ليدر، وبعدين الفول نيمز بتاعتك والايميل بتاع التيم ليدر نفس الايميل اللي انت بتحطه هناك في السبريد شيت عشان نعرف نتريس الدرجات بتاعتك تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها الجريد ديستريبيوشن خلاص، دي فيها تفصيله الدرجات. الدرجات بتتحط ازاي بالظبط يعني كويس. هم 15 درجه زي ما احنا فيه، 15 درجه على دي تيرم. هقول لك كده ايتم ايتم وكل ايتم الدرجات بتاعتك شكلها عامل ازاي كويس. اول حاجه في درجتين على تيم انفستد تايم اند ايفورت تو كولكت ذا ريكوايرمنتس خلاص. يبقى في عندك درجتين بيقول اذا كان الراجل ده كان قاعد بيصطاد عصافير وجاب الريكوايرمنتس يبقى حضرتك خدت زيرو على طول. جبت الريكوايرمنتس دي من على النت يعني قعدت تروح تدور في السيستم ده في السيستم ده في السيستم ده خدت 1. جبت ريال كاستمر وجايب منه ديتا خدت 2 خلاص. هي كده بس انا قلت لك من الاول ما عملتش سيرش وقعدت تحلم كده تصطاد عصافير رحت دورت على مواقع وما اعرفش ايه عشان تجيب ريكوايرمنتس خدت 1. الاوبتيمال كيس انك تجيب فعلا زي الكاستمر تاخد منه الداتا دي خدت 2 خلاص. يعني هي كلها عليها درجتين متوزعين بالمنظر ده. وده هيورينا انت هاو ماتش عملت ايفورت قد ايه علشان تروح تلم الريكوايرمنتس دي تمام. تاني بوينت عليها درجه واحده فانكشنال ريكوايرمنتس ليستد كوركتلي خلاص. الفانكشن ريكوايرمنت ليست كوركتلي يعني انت رحت فعلا كتبت بقى الفانكشن ريكوايرمنت دي ريكوايرمنت 1 2 3 4 5 6 7 عرفت تكتبهم صح تكتبهم بطريقه كويسه دي عليها درجه واحده. نون فانكشن ريكوايرمنت يعني برضه درجه واحده. والنون فانكشن ريكوايرمنت هم ايه بقى؟ سكيورتي وفيزابيلتي وعباسابيلتي كل دول شغاله يعني كويس تمام. دي عليها 1 بوينت. عندك بعد كده الوار فريمز يعني شكل السكرينز بتاعتك وشكل لما تخش على السكرين ده هعمل ايه لما تخش على السكرين ده هعمل ايه. الواير فريم دي عليها 1 بوينت. عندك بعد كده اليوز كيس. اليوز كيس دايجرام هتلاقيه برضه 1 بوينت كويس اللي هو مين الاكتر ومين الفيرس اللي بيعملها كل اكتر اظن دي واضحه عليها 1 بوينت. اس ار اس از ريتن ان ا جود واي حضرتك حاطط اليوز كيسز بتاعتك كل واحد في كلاس دايجرام مقسم الدنيا صح كويس. دي عليها تو جريدز كويس. والتو جريدز دول الحقيقه دول محطوطين كده ايه عشان حضرتك يعني مجامله كويس. انت المفروض يعني تجتهد ان انت يبقى الفورماتنج بتاع الاكتر بتاعك كويس الليست اوف تيبل الليست اوف فيجرز الليست اوف معرفش ايه مكتوبين عادي يعني. بعد كده عندك كلاس دايجرام. كلاس دايجرام عليه كام درجه؟ 2 كويس. الكلاس دايجرام از فيري امبورتنت خلاص. دلوقتي تفصيل الدرجات دي عشان بعد كده محدش يقول لي ما تجيش تفصيل الدرجات دي. الكلاس دايجرام از فيري امبورتنت لازم تهتم بيه كويس جدا ولازم تكتبه يعني مظبوط. استخدم بقى انترفيسز استخدم ابستراكت كلاسز ظبط الدنيا بتاعتك لان خلاص انت المفروض الكلاس دايجرام ده هو اكتر حاجه انت هتعرفها كويس خدتها قبل كده في البي ال 2 وهتاخدها كمان النهارده خلاص المفروض بالنسبه لك لسه بس لايك الكلاس دايجرام ده حاجه فاندمنتال. بعد كده عندك 1 جريد على الرننج ابلكيشن. رننج ابلكيشن يعني انت بتعمل ويب سايت مثلا عندك فيه هوم وريجستر واليوزر
يو ار تيجي مثلا مش عارف اصلا شغل اللوكال بوست، انا مش عارف شغل اللوكال بوست ده اعمل ايه. مع السلامه. ده برنامج ابلكيشن حاجه فيها زيرو، تمام. برنامج ابلكيشن عليها وان جريت. في بعد كده نرجع بفور تو مودولز امبلمنت. التو مودولز امبلمنت عليهم كام درجه؟ اثنين بالظبط. حاجه بقى تاخد اي تو مودولز سمعتها في البرزنتيشن، انا مش فاكر معايا قوي دلوقتي، بس ملي انا في السنه هعصرك. فانت لو دلوقتي عملت تو مودولز اي كلام هجي لك اخر السنه اقول لك طب هات الباقي اللي انا عايزه. فوالله انت براحتك، عاوز تعمله من دلوقتي تعمل ايفال دلوقتي، تعمل بعد كده تعمل ايفال. طيب بعد كده عندك تو مودولز امبلمنتد، هو ده بقى عايز مرتين كويس. يبقى انت عندك الاول البرنامج ابلكيشن عليها درجه، في تو مودولز امبلمنتد عليها درجتين، يبقى انت التوتال كده بتاع الدنيا عندك ثلاث درجات كويس عشان امبلمنتيشن. بص بقى على البوينت اللي بعدها، كلاس دايجرام كود ار ماتشنج. يعني المفروض الكلاس دايجرام ده حاطط فيه الدنيا الكبيره كلها صح؟ يعني انت مثلا بتعمل اكونت سيستم، فانت في الكلاس دايجرام حاطط كل حاجه بتتحط في الاكونت سيستم كده؟ طب كود انت عامل اكمنت لتو موديولز، بس بقيه الموديولز انت عاملها سكيل. يعني الكلاس فاضي، الفانكشن فاضيه لكن موجوده. فبمعنى اصح لو انا جيت في الكلاس دايجرام مثلا، تعمل كلاس دايجرام كده كبير وحاطط هنا ان في دكتور، والدكتور ده بيورث من حاجه اسمها مثلا ميديكال، ميديكال ريبريزنتيف. خلاص؟ قام جاي سالك فين الكلاس اللي اسمه دكتور؟ قام جاي فاتح لك ادي الكلاس اللي اسمه دكتور بينفرد من حاجه اسمها ميديكال ريبريزنتيف. يبقى كده الكود بتاعك ماشي. البادي بتاع الكلاس ممكن يبقى فاضي، مفيش مشكله، اعمل البادي فاضي. كويس؟ بس اهم حاجه يبقى ايه؟ يبقى فيه كود ماتشنج. طيب انت مثلا عملت امبلمنتنج للموديول بتاع الريجستريشن، عملت حاجه اسمها ريجستر يوزر او وات ايفر. خلاص؟ عم جاي يسالك فين الـ فين الفانكشن اسمها ريجستر؟ عم جاي يفتح حالي، عم جاي تاخد معاك الكود. طب انت عملت هنا ايه وسويت هنا ايه ورحت هنا عملت سيلكت منين؟ اند سو. يبقى كلاس دايجرام اند كود ار ماتشنج. بعد كده اخر حاجه يوز كيس ووز امبلمنتد ان ذا كود. يعني انت عملت يوز كيس اسمها يوزر از ريجسترينج تو ذا سيستم، يبقى همسك اليوز كيس يقول لك وريها لي بقى في الكود بتاعك هي فين. او مثلا عملت حاجه اسمها اكونتنت كود سالري فور امبلوي، فهو قايل لك وريني اليوز كيس دي موجوده فين في الكود اند سو اون. دي عليها درجه برضه. واخر حاجه بقى حضرتك اللي هي ادفانسد او بونص كويس. اي حاجه حضرتك تعملها يوزنج بي اتش بي او اس بي دوت نت ادفانسد، زي مثلا لو استخدمت اجاكس، استخدمت جي كويري، ما اعرفش بلا بلا، اي حاجه ليها علاقه بالويب سيرفيس اند سو اون، يبقى بونص ماكس كويس. حاجه بس اي هاف تو سي بتوين باكيتس، احنا في الديل 2 كويس، كان الموضوع نوعا ما يعني في فلكسبيليتي شويه كويس. لكن في سوفت وير انجينيرنج الماده اسينشال، يعني ما ينفعش تخرج منها، هتخرج منها على مشروع تخرج، فلازم تبقى قوامها صح. فلو حضرتك نخيت في واحده من دول هتلاقي معصرك كويس. وده يخلينا نروح للسؤال الثاني، هو مين اللي هيناقش؟ انت ولا المعيد كويس؟ الحقيقه الشباب الافاضل بتوع التايم تيبل ما هيناقشوا معايا كويس؟ بلس الافاضل بتوع السيستم بتاع التكنيكال سبورت، نص منهم هيناقش معايا والنص الثاني هيناقش مع اسلام وسلام، توزع على خدمه الاسلام وسلام. فالله اعلم بقى هنزل لكم السكادول بتاع الناس ده، هنزل لكم على النهارده الشيت اللي انت شايفه ده اوريدي موجود على الويب سايت، وانا عملت لكم بوست على الفيسبوك، فنزل الشيت ده عشان ده اذا مصر. اخر حاجه بقى هختم بيها، هتلاقي في جمله هنا ظريفه كويس. الجمله دي حاجه مهمه ليه بقى؟ معناها ايه الجمله؟ دي جمله محطوطه عشان ايه؟ تقف في تعالى بقى سوا. تيمز دو فالاكرايز. مش فاهمين يعني ايه فالاكرايز، بس فاهمين يعني ايه تيمز. يبقى هنا معناها الفرق التي تعمل حاجه معينه، ودي سبجكت سوف يقع عليهم تنبز. تنبز يعني ايه؟ ضربات جزاء. انكلودنج دروبنج ذا كورس. معناها ايه؟ سقط النار.
including the يبقى هيعملوا ايه نفسي؟ هيعملوا بلوه، هيعملوا جريمه مثلا، يعملوا ايه؟ كاب الكابيان والباراجرايز دي بقى على ايه؟ الكابيان بيس كويس؟ فاهم يا سيدي؟ فهمت انا بقول كويس؟ فالناس اللي بتعمل كابيان بيس بتعمل ايه؟ هيتحط عليهم بلابتس باختصار كده يعني زيرو، مفيش بقى تفاهم يعني في البيل دو كنا بنعديها نقص درجتين نقص ثلاث درجات بس كنا بنعديها 90 دي هنا صريح زيرو واحد تلاقي نفسك جاي كده في الاس دي زيرو مفيش تفاهم خلاص انتهى لان زود لك سوفت وير وان از ا كور سبجكت لازم تطلع عينك فيها وتبذل كل مجهود على اخر ما عندك عشان دي كور سبجكت دي اللي بعد كده هتاسسك في مشروع التخرج وفي اي بروجكت بعد كده هتعمل كوميرشال كويس خدوا بقى الموقع الباراجرايز ده مش هنعمله كامل اوكي حد عنده اي سؤال بالنسبه للفورم؟ طيب اي تكنيك اي شركه موجوده في الجمهوريه الخاصه العربيه عندها حاجه اسمها قطاع الجوده كويس؟ حاجه جاي اروح اسحب التليفون تقول لهم يا جماعه موجود قسم جوده اي شركه بص الناس بتعمل بسكوت عندهم واحده اسمها واحده ضمان الجوده زي اللي عندنا دي كويس؟ واحده ضمان الجوده دي تروح تسالهم يا جماعه لما بيجيب لي كومبلين واحد مثلا فتح ازازه بيبسي لقى فيها ما اعرفش بتاع يعني جاي رايح بالغازي انا عندي شكوى تك 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 دي اسمها تكنيكال سبورت سيستم بس بيسيب ايه؟ كويس؟ كل الشركات اللي في الدنيا عندها تكنيكال سبورت سيستم بلاش روح لاي بقال انت اشتريت منه حاجه اكسباير مش بتحط لك عامل تكنيكال سبورت سيستم هو انت بتعمل ايه بقى في الحاجه اللي رجعت لك دي؟ طب ولما بتجي لك في الكارير بتاعت ايه؟ بس طبعا يعني عشان يبقى عندك تكنيكال سبورت سيستم واضح وصريح وكده الشركات الكبيره شويه كويس؟ فمحتاجه انك انت تتعب شويه كويس؟ في حاجات هتجيبها من عندك اتس فيري سيمبل كويس؟ وفي حاجات عشان تثبت ان انت فعلا عرفت تلم المعلومات دي من كلاينت حقيقي لازم تنزل شويه تفكير كويس؟ والله ممكن تنجح ممكن تفشل يعني ممكن الشباب دول مثلا راحوا لواحد وفشل خلاص هاتي لي البروف اللي انت رحت وفشلت وانت هنا كويس؟ اتس اولسو اكسبتد يعني ما هو الدنيا مش ورديه على طول خلاص؟ اوكي حاجه ثانيه كنت عاوز اسالكم عليها بالنسبه للبرزنتيشن بتاعت الاسبوع اللي فات بتاع مهندس شمال دول الحقيقه طلبت منكم انكم تعملوا فيدباك الفيدباك ده از انونيمس فيدباك يعني انا ما بيجيش لاسمك ولا سنك حطيته ما حطيتوش ما بيجيش بس والله كانوا حاطين انا ممكن تكون 50 واحد اللي ماله فوق كم واحد؟ 20 بس الفيدباك ده مهم ليه؟ اولا احنا نبقى عارفين انا كايمن انا عارف هل البرزنتيشن دي مهمه ولا مش بلاش ما بقاش على نفس المحاضره يعني بس دي نمبر 1 نمبر 2 ان الراجل ده نفسه اللي هو جاي عمل برزنتيشن يعرف بعد كده ايه بوينت اوف ويكنس بتاعته عشان يحسن نفسه عشان لما يجي تاني يعرف المفروض هو يستريس عليه خلاص النقطه الثالثه ان انت لازم تبقى بوزيتيف لازم تبقى بوزيتيف وتشارك ان يبقى في ناس عارفه الفيدباك تعرف الناس انت شغاله كويس ولا شغاله وحش ولا تعمل كويس ولا يعني لازم في بوست في الداخل كويس فرجاء من حضراتكم بليز لو سمحت ان الفورم والفورم دي لا فيها اسمك ولا فيها عاوز تحط خط مش عاوز تحط لا اسمك ولا ايميلك ولا كل الكلام ده اتس انونيمس يعني انت بتحط بس انت الايفالويشن بتاعك ايه البوينتس اللي انت شايفها كويسه ايه البوينتس اللي انت عاوزها تحسن في حد عنده فيدباك جنرال كده من الناس اللي قاعده حضر الليكشر اللي فاتت وعنده كومنت معين مفيش يعني مثلا ما اديتش حاجه في يعني مثلا المفروض كده تجيب سيستم وتقول مثلا عليه تشرح عليه كده. هي جابت سيستم بس عشان تقعد تشرح ليه هي قالت لك ان في اس ار اس مثلا بتاعت ووردس اهو ده شكل الاس ار اس والتمبلت اللي موجود عندك يعني انا البرزنتيشن كل حاجه موجوده عندك تقدر حاجه تقدر تعملها ده عشان تقعد تشرح لك السيستم بالديتيلز برضه عشان اسالك معاك في ليكشر اوف 12 انت عارف مثلا السيستم زي السيستم اللي كانت بتشرحه ده كان في مانثس في ريكوايرمنت جازرنج بس يعني عشان تلم ريكوايرمنت تقعد مانثس كويس السيستم اللي انت واخدينها دي انت بتحط تلم ريكوايرمنت فعلا السيستم اللي احنا بنتكلم عليها دي بتحط تلم ريكوايرمنت في مانثس اروح مثلا من شهرين لثلاث اشهر ما تعملش اي حاجه غير انت بتدرس اصلا الفلو ماشي ازاي والورق بيطلع منين ويروح لفين ده الدايره عشان كده بتشرح كله هذا اون سبوت كده فكره بس كده من فوق تبقى شغال ازاي طبعا حد عنده اي سؤال؟
سؤال تاني عن الكومنت تاني وعدم الكومنت ده معناه ايه؟ حد كان مبسوط بالبرزنتيشن؟ حد ما كانش متضايق من اللي قاعد هنا متضايق بالبرزنتيشن ولا حضرتك كنت مبسوط ولا متضايق؟ مبسوط مش حاجه متضايق with each model presenting a different view or perspective of the system.
كويس، وكل واحد هيبص على على السيستم ده من البرسبكتيف بتاعه. ولذلك انت لما تيجي تبص على العربيه دي، لما واحد هيبص عليها من وشها غير لما هيبص عليها من ظهرها، غير لما هيبص عليها من الباك، كل هيبص برسبكتيف معين. السيستم موديلنج هو فعليا هيبص للسيستم، للكمبيوتر سيستم اللي انت بتعمله ده، بس من كذا بوينت اوف فيو. واحد هيبص للموضوع من ناحيه الاستراكشر كلاس دايجرام، واحد هيبص للموضوع من ناحيه البيهافير اللي هو السيكونس دايجرام، يعني اعمل دي الاول بعدين دي بعدين دي بعدين دي. واحد هيبص تاني من ناحيه ثالثه اللي هي مثلا الستيت دايجرام، السيستم ده ايه الستيتس بتاعته، بيتنقل ازاي من ستيت لستيت. طيب سيستم موديل has now come to mean representing the system using some kind of graphical notations which is now almost always based notation of the human. زمان كان لما بيجي يعملوا سيستم موديل كان كل واحد بيخترع كده الرسم بتاعه، وبعدين الناس كلها اتفقت لا خلينا بقى نستخدم اليونيفايد موديل لانجوج عشان يونيفاي كل دي كل الرسومات بتاعتها. سيستم موديل help the analyst to understand the functionality of the system and models are used to communicate with customers. يبقى السيستم موديل اللي انت هتعملها دي هتساعد الراجل الانالست، وكمان هتساعد الراجل الديزاينر والكاستمر. الكاستمر يفهم هو ده فعلا اللي انا هعمله، هو ده اللي انا عاوزه، وكمان الديزاينر هياخد بقى الكلام ده ويبتدي يطلع منه كومبوننت. هنشوف الراجل الانالست هيعمل ايه. Is existing and planned system models. Models of the existing system are used during requirement engineering. They help clarify what the existing system does and can be used as a basis to discussing its strengths and weakness. These then lead to requirements for new system. يبقى عايز اقول لك انا very important message. خلاص؟ لو انت قدرت تفهم المودلز بتاعت ال existing systems هتقدر بعد كده تطلع requirements جديده تعالج بيها السيستمز اللي موجوده. ده هاخد example. كم واحد فيكم معاه بتاع شخصية؟ رقم قومي يعني. معكيش يا حد معوش؟ الحمد لله. طيب. ايه الـ weakness point في الرقم القومي؟ ايه أضعف حتة فيه؟ تاكيم ميلاد. ايه تاني؟ وين اللي عارف حاجة؟ أيوه. معاك رقم قومي أوي. قول لي كده لما طلعت رقم قومي عملت إيه؟ هو طلع رقم واحد. يعني قول لي احكي لي الحكايه، انت صحيت الصبح ورايح عاوز اطلع رقم قومي. قالوا لك عاوزين تنجي ولا ايه؟ استمارة. استمارة. في كمان؟ صور يا عم استنى يا عم طيب شاف معاك بضاعة وانك مطبق. شد اللي على الشارع اصلا. نفس الوسط. الحمد لله. طيب ايه اللي بتقوله؟ كويس شهاده ميلاد. بعدين وخدت صوره. بعدين كان مضاف مسكوت؟ لا. ايه؟ مع ميلاد اسمع طبعي بس لو معاك كل واحد عمل سكوت ده ليه 15 يوم؟ تروح الوزاره هناك تروح الوزاره هناك 15 يوم؟ ايوه يعني مثلا افترض عبد العزيز، عبد العزيز دي يقول لي الفلوس بتاعك. عبد الرحمن. اوكي عبد العزيز انا جاي اكتب ايه؟ عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز. انت اوكي مش ابراهيم. خلاص؟ في حاجه ثانيه في لقطه في العين ولا هو موضوع في الحته ده؟ ايه؟ المهم يعني عندك لقب عيله، فلازم بيروح يشوف لقب العيله ده ماتشنج مع شهاده الميلاد بتاعته ولا لا؟ شهاده الميلاد مطلوبه. طب 15 يوم دول هيقعد يعمل في البيت فيريفيكيشن اند فاليديشن ان فعلا الماتيريال اللي الراجل ده كتبها فعلا از فاليد. السؤال بقى هنا مش هي دي اضعف بوينت، هي دي الويكنس بوينت الموجوده في رقم واحد، ليه اقعد استنى اسبوعين علشان الراجل يقعد يعمل فاليديشن وفيريفيكيشن بمانيوال بيس؟
كان اوتوميت السيستمز اللي بيعمل بيها الفيريفيكيشن والفاليديشن وكانش وركن التايم. ولذلك انت لما بس في اي حته في دول العالم البضاعه بتاعتك دي 3 ايام از ماكسيمم، يعني لازم تاخد بيريد اوف تايم فيريفيكيشن والفاليديشن دي. لا لا مفيش هزار يعني، بس بقى لما اخد اسبوعين ممكن اخد 3 ايام، ممكن اخد يومين، ممكن اخد يوم، كويس على حسب انت البروسس بقى نفسها بتعمل ايه. فعشان كده الستيتمنت الاولاني اللي هو ايه، if you can understand the weakness in current system, the existing system، تعرف تطلع منه weakness points وال strength points. لو عرفت تطلع دول تقدر بعد كده تطلع new requirements. طيب هسألك سؤال، السيستم بتاع ال advising اللي احنا عاملينه ده، ايه ال strongest point وايه ال weakness point؟ يعني ايه اقوى حته فيه؟ في ايه؟ تكون هل؟ جستر كورسي مثلا تعال ادوايزي اللي انت تخش وتطور فيه مواد ما اعرفش ايه وبتاع اقوى حته ما والله ايه اللي هو يعني ما اي سيستم بيخش عليه هو والله شيء حاجه منطقيه اللي هي بس هعتبرها بوينت اوف ستريس يعني عايش يرد على عايز حد يقول لي طيب بقطع الترانسكريبت بتاعي، ابسط حاجه بقطع الترانسكريبت بتاعي، بقطع شهاده الارشاد الاكاديمي بتاعتي صح؟ يبقى ايه الويكنس بوينت؟ ايه بقى الويكنس بوينت في القصه دي؟ يعني ما دام عندك سترونج بوينت اللي هو ان انا بقطع الترانسكريبت بتاعي، تفتكر ايه هتبقى الويكنس بوينت هتبقى فين؟ بالشكل ده درجاتك بتطلع جوه الترانسكريبت صح؟ فدرجاتك بقت موجوده فين؟ الداتابيز. الداتابيز فين؟ اونلاين على الانترنت. سو ات ويل بي هاكت مش كده؟ سو ات ويل جنريت ا نيو ريكوايرمنت ويتش از سكيورتي مش كده؟ يبقى لو انت عرفت السترونجست بوينت في السيستم بتاعك اهي الويكنس بوينت طبعا اضعف حته في السيستم بتاعك هي مين؟ سكيورتي كويس؟ ان اي عدد عدد سجيل كده هيخش وجاي يغير درجات ال او مثلا صاحبها محمد كويس سيد معلش سيد سيد هيقوم جاي واحد صاحبه كويس يكون راجل هاكر كده بالحلال ويدي له قرشين ويقول له ايه انا درجاتي كلها في عامه واحد قال لي كويس مش هطلع بعض سكيبت كده زي الفل ولا يا حسين تمام ولا بقى ايه ويبقى كده ايه دي الويكنس بوينت كويس الراجل ده اسمه ايه بقى؟ علاء علاء بقى هيطلع عسكر منه هيشوف اول دفعه فين ويقول له يا عم اطبع لي يا عم الترانسكريبت بتاعك وادي الاسم او جاي شيء حاطط اسم وخلصنا مش كده؟ ولا يدفع فلوس ولا عزام سو اول اوف ذيس از ويكنس بوينت يبقى في المقابل ليه الناس اللي بتعمل السيستم بتاعتها كتير طالع ايه ريكوايرمنتس مش كده؟ فلو انت بصيت على السيستم القديم اللي هو السيستم القديم اللي كانت عاملاه رامه ده اللي هو كان بيتحرك ورقه كده ما كانش فيها ووتر مارك وما كانش فيها برنت بيت وكل الكلام ده ما كانش موجود، الكلام ده كله اتحط علشان ايه؟ ريكوايرمنتس كانت من اكزيستنج سيستم، قعدنا نشوف كده الاكزيستنج سيستم ده في مره كده يعني افتكر في مره واحد كده من الطبقه الخاصه على خبره بقى شويه لقيته جاي بيعمل ايه؟ بيقول لي انا عدلت البتاع وحطيت اسمي هنا ومشيت المواد من هنا وشوف زي الفل يعني طبعا التاكسي كويس ازاي انت تضمن ان كل واحد فينا عم بيطبع الترانسكريبت بتاعه ومن هنا بقى جت احنا ايه طب يلا نحط النيو ريكوايرمنتس نحط الميتر مارك في الظهر الورق ده حط ما اعرفش تايم حط كذا بحيث ان انت تصعب الموضوع بتاع ايه بتاع ان انت تضرب السيرتيفيكتس دي كويس هاويفر يعني ستيل ممكن ايه جربتها صح جربتها لسه طبعا بتاعه شايل البيت بتاعه
بس صعب الموضوع يعني في الاول خالص الموضوع كان مفتوح يعني اي حد بيجيب اي ورقه ويطبعها ويسمع دلوقتي حطيت تو ستيبس علشان الموضوع يبقى اسهل ده مش معناه انك شفتها يعني جنرال سبيكينج كده بس مش جنرال سكيورتي عندهم قاعده ظريفه بيقول لك ايه ذير از نو سيستم كونكتد تو انترنت سكيور فول ستوب خلاص دي قاعده من القواعد المعروفه يعني انك انت بتحاول تصعب الدنيا ان مثلا الريكورد نفسها الدرجات نفسها تبقى انكريبتد وبعد ما تبقى انكريبتد يبقى معناها حاجه اسمها هاشنج يعني بنحاول نصعب الدنيا يعني لكن انتوا بتجيب فيها طيب وهنا كل ما هتدرس الاكزيستنج سيستم كل ما هتطلع بالنيو ريكوايرمنت تدرس الاكزيستنج سيستم تطلع بالنيو ريكوايرمنتس خلاص Models of the new system are used during requirement engineering to help to explain the proposed requirement to other system stakeholders. Engineers use these models to discuss the design proposals and to document the system for implementations. اللي يهمنا من كل المودلز اللي احنا بنعملها دي ان جماعه الستيكهولدرز يبقوا فاهمين ان احنا خدنا السيستم بتاعنا. وجماعه الانجنييرز يبقوا فاهمين ان الديزاين اللي احنا هنعمله ده هو فعلا ده ماتشنج مع الحاجات اللي هم عاوزينها فعلا. كويس؟ وزي ما اتفقنا وزي ما انت فهمت كده من الليكشر اللي فاتت بتاع باشمهندس شمال انت عندك نوعين من اليوزر. في يوزر مش فاهم اي حاجه تكنيكال ده خلاص هتقول له انا عارف اعمل ريكوايرمنت دوكيمنت اهو وانتهينا خلصنا بيقف لغايه كده. وفي واحد تاني بيبقى محتاج ان هو ينفولد معاك جوه الديزاين هتستخدم انهي تول انهي مثلا انهي موديل كويس ويبتدي ينفولد معاك في كل حاجه في الديتيلز. In a modern driven engineering process, it's possible to generate a complete or partial system implementation from the system model. تقدر تطلع بايه؟ في المودل driven engineering ممكن تطلع complete or partial system implementation from the system model. انا بتكلم على سيستم برسبكتيف هنبص ازاي للسيستم من كذا ناحيه اول ناحيه هنبص عليها بنسميها الاكسترنال برسبكتيف وير موديل ذا كونتكست اور انفايرمنت اوف سيستم الطريقه اللي انت بتبص عليها على السيستم من فوق بالكونتكست دي نسميها اكسترنال برسبكتيف ان انتراكشن برسبكتيف وير يو موديل ذا انتراكشن بتوين ا سيستم اند اتس انفايرمنت or between the components of system. The system بتاعك ده فيه كذا component. خلاص؟ فازاي components دي بتتكلم مع بعضها؟ example very small. مش انت دلوقتي بتعمل ويب سايت وعندك هنا في الويب سايت حاجه اسمها الداتا بيز لاير مش كده؟ الداتا بيز لاير دي هي عمال بقى بتتكلم لو انت شغال بي اتش بي بتتكلم حاجه اسمها connection class. لو انت شغال ايه ممكن تتكلم ليه؟ لو انت شغال سي شارب وعلم الدوت نت عندك الداون ادو لو انت شغال جافا مثلا مش دي اس بي دي اس ام مش كل دي في الاخر انت اللي عملت الانجنز اللي بتتكلم الداتا بيز دي ولا هي جامده؟ هي جامده وانت بتنادي على حاجات فيها مش كده؟ بتنادي على شويه اوبجكتس بتكريتها بتبعت لها شويه بارامترز ترجع لك شويه داتا مش كده؟ فدي بنسميها كومبوننتس كومبوننتس فازاي الكومبوننتس دي تركب على بعضها عشان في الاخر تقدر تعمل ستراكشر موديل او تعمل انتراكشن برسبكتيف مين بيبعت لمين ايه دي بنسميها كومبوننتس. ستراكشر برسبكتيف وي موديل ذا اورجانيزيشن اوف ذا سيستم فور ذا ستراكشر اوف ذا داتا ذات از بروسيسد باي ذا سيستم اللي احنا بنسميه الكلاس دايجرام. يبقى زمان لما جيت خدت البروجرامنج لانجوج كنت بقول لك ان عندك كلاس دايجرام وبعد كده قلنا لك ان في عندك حاجه اسمها اليوز كيس دايجرام. فاليوز كيس دايجرام والكلاس دايجرام هم دول واحد بيدي لك شويه بيهيفير وواحد بيدي لك شويه ستراكشر اوف داتا. خلاص؟ فدول اللي انت خدتهم ودلوقتي بقى بنكمل لك القصه. ا بيهيفير ريسبكتيف وير يو موديل ذا دايناميك بيهيفير اوف ذا سيستم اند هاو ات ريسبونس تو ايفنتس. هبتدي بقى اوري لك طب لما يحصل الايفنت ده اعمل ايه؟ ولما يحصل الايفنت ده اعمل ايه؟ كويس؟ لان خد بالك احنا نورمالي كان عندنا الاول ستراكشر بروجرامينج اللي هو ايه؟ فويد ميل واكتب الكود بتاعك ده كان اسمه ستراكشر بروجرامينج بتاع تنادي على اوبجكتس. بعد كده عندنا اوبجكت اورينتد بروجرامينج عندك كل حاجه في اوبجكتس وتنادي عليها. وبعد كده بقى عندك ايفنت دريفن بروجرامينج بقى في ايفنت بيحصل وبناء عليه بتعمل انت ايه؟ سم فانكشن زي بالظبط انت تفتح الكالكوليتر كده بتاع الكمبيوتر وتقول جاي دايس على خمسه فبتعمل اكس بوكس خمسه عملت ايفنت اسم كليك عمل عليه فانكشن معين عملت كلوز يبقى عملت ايفنت اسمه
كلوز على الفانكشن معين سؤال. طيب العيله بقى بتاعت اليو ميل ابتدت تعرف لنا مجموعه من الدايجرامز. اول دايجرام هنعرفه مع بعض اسمه الاكتيفيتي دايجرام which shows the activities involved in the process or in the data processing. How to process the data. الموديل ده بنسميه اكتيفيتي دايجرام. الاكتيفيتي دايجرام هيوريني الداتا من ساعه ما تخش السيستم لغايه لما تخرج بتمشي في 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 باس شكله عامل ازاي. تاني موديل بنسميه يوز كيس دايجرامز which shows the interactions between a system and its environment. اللي هو كلكم عارفين يوز كيس دايجرام اليوزر بيعمل حاجه معينه بنسميها يوز كيس دايجرام. تالت واحد السيكونس دايجرام which shows the interaction between actors and the system and between system components. فعلي لك العلاقه ما بين الايه؟ السيستم components. Class diagram which shows object classes in the system and the association between each of these classes. خد بالك كلمة association احنا كنا خدناها زمان معاها ايه؟ بيتساعد بيه كويس؟ association كمان هنا هيبقى معناها message passing between classes كويس؟ هو ده المعنى الفعلي اصلا ما بين بتاع كلمه اسوسيشن هو المسج فاصل. شركه كنت زمان بتقدم كلمه اسوسيشن دي بتترجمها على انها فانكشن بتاخد بارامتر. طب ما هي معناها مسج. الكلاس ده بيتكلم الكلاس ده عن طريق مسج اسمها كذا والمسج دي بتاخد البارامتر بتاعها من الاوبجكت. ستيت دايجرام شو هاو ذا سيستم رياكتس تو اكسترنال اند انترنال ايفنتس. يبقى كل واحد من الدايجرامز دي هركز على حاجه. واحد هيركز على البروسيس او الداتا بروسيسنج اللي هو الاكتيف دايجرام. ثاني واحد هيركز على الانتراكشن بتوين ذا سيستم اند انفايرمنت اللي هو اليوز كيس دايجرام اللي هو مين الاكتيف ومين الفيرب. الثالث السيكونس دايجرام هيشوف هيوري لك الانتراكشن ما بين الاكتورز وما بين السيستم كومبوننتس. ثالث واحد هيوري لك الكلاس دايجرام هيوري لك المسج بروتوكول ما بين الكلاسز. خلاص؟ رابع واحد الستيت دايجرام هيوري لك الايفنتس وضعها ايه على السيستم بتاعك. طيب يوز اوف جرافيكال مودلز از مينز اوف فاسيليتيتنج ديسكشن اباوت ذا اكزيستنج سيستم. ويوز الجرافيكال مودلز ديت اواي اوف دوكيومنتنج سيستم از ديتيل سيستم ديسكربشن كان يوز تو جنريت سيستم امبلمنتيشن. يبقى الجرافيكال مودلز هي اللي هتساعدك ان انت تقدر تحط الكلام ده انتو دوكيومنت هتقدر توديه في الاخر بعد كده للكاستمر او تشير ما بين الديفلوبرز. خلاص كده؟ هنبتدي دلوقتي بقى اول موديل فيه اللي اسمه كونتكست موديل. الكونتكست موديل هو اهم موديل في كل الكلاس بتاعك، كل الدايجرامز بتاعك. ليه بقى؟ لان الكونتكست موديل ده هو اللي بيوري لك الابستراكت بوينت اوف فيو، خاصة في السيستمز الكبيرة. كويس؟ هيوري لك الدنيا من فوق خالص شكلها عامل ازاي. وكل السيستمز اللي انت واخدينها سواء اي ار بي اكونتنج بلا 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 كلها سيستمز كبيره. فالكونتكست دايجرام يوري لك الدنيا من فوق شكلها عامل ازاي. كويس؟ طيب كونتكست مودلز ار يوز تو الستريت ذا اوبريشنال كونتكست اوف ا سيستم. زي شو وات لايز اوتسايد ذا سيستم باوندريز. يبقى اهم حاجه في حركه الكونتكست دايجرام ده ان هو يعرف ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها امبلمنتيشن وايه الحاجات اللي بره الباوندري بتاعت السيستم هتستخدمها من بره. زي ما اجي اقول لك كده بالظبط عن شركه سياحه. شركه السياحه دي هتبقى عندها شويه حاجات فاندمنتال. يعني عندها مثلا احجز تذكره، روف، معرفش ايه، شويه حاجات فاندمنتال. وفي حاجات هتروح تجيبها من بره زي مثلا فلايت سكادول بتاع شركه مش موجوده في مصر اصلا. هتروح تجيب الكلام ده من كومبوننت من بره. مش كده؟ فالكونتكست موديل هيقول لك مين اللي جوه، مين اللي محتاج تعمل امبلمنتيشن، ومين اللي بره اللي انت هتروح تجيبه من بره. Social and organizational concerns may affect the decision on where to position the system boundaries. يبقى في بعض القواعد او البوليسز اللي بتبقى موجوده جوه المؤسسات هي اللي بتحدد لك فين البوليسز او تحط فين السيستم بتاعك. زي بالظبط كده عندنا احنا في الكليه ما عندناش مثلا سيستمز. فجينا قلنا هنعمل سيستم للاكونتنج وسيستم للستوك كويس اللي هو المخازن. فالراجل بتاع الاكونتنج ده راح اشترى مثلا حاجه من غير فاتوره كويس، اشترى شويه حاجات من غير فاتوره وعاوز يدخلها المخزن بتاع المخزن. كمان ايه اول سؤال سالوه له ايه؟
فين يا عم في الكوره بتاعت الايدن ده؟ يبقى من هنا بقى تبتدي حضرتك تحط باوندرز. وانت مين عاوز ايه من انهي سيستم؟ فالستورج محتاج من الاكونتنج انفويس. خلاص؟ ومن هنا تبتدي تحط الباوندرز بتاعت السيستم بتاعك عشان تعرف انت مين محتاج ايه ومين عاوز ايه من مين. Architecture models show the system and its relationship with other systems. من هنا بقى عندنا حاجة very important اسمها architecture model. عشان كده دايما اي حد بيعمل اي سيستم في الدنيا بيعمل في الاول خالص حاجة اسمها system architecture. وده اللي هيوريك التفاصيل بتاعت السيستم بتاعك شكله عامل ازاي. System boundaries are established to define what inside and what is outside the system. ايه اللي جوه السيستم وايه اللي بره. They show other systems that are used to depend on the system being developed. The position of the system has a profound effect on the system requirement. The position بتاع السيستم ده هيحدد ايه requirements بالظبط اللي انت محتاجها. Defining a system boundary is a political judgment. مش كده انك محتاجه بعض السياسات يعني لما تيجي تعمل سيستم لاورجنايزيشن كبيره محتاج تعرف الباوندرز فين السيستم اللي هو بتاع الاسبوع اللي فات ده اللي هو بتعمل مثلا سيستم للمخالفات المروريه. والسيستم بتاع المخالفات المروريه في كل دول العالم المفروض الرقم القومي بتاعك هو ده اللي بتسجل عليه مخالفاتك وبتسجل عليه كل حاجه. فايمن هو معناه اللي معاه رخصه القياده كذا كل ده السوشيال ايد بتاعك دي كل التري. فازاي تلم كل القصه دي؟ دي اسمه سيستم باوندر. طيب تعال نبص على الميديكال هيلث كير او البيشنت مانجمنت سيستم كونتكست دايجرام. الكونتكست دايجرام ده هحكيه لك لو انت مش هتعرف تقراه. اول حاجه هنا عندك حاجه اسمها سيستم بيشنت سيستم بيشنت ريكورد سيستم. ثاني حاجه مانجمنت ريبورتنج سيستم. ثالث حاجه ستاتستيك سيستم ابوينتمنت سيستم بريسكربشن سيستم وادمنستريشن سيستم. يبقى هنا رسمي كل دول بيصبوا في سيستم كبير اسمه مانجمنت هيلث كير سيستم. يبقى السيستم بتاعك هو كومبوز من مجموعه من كومبوننتس. في بعض الكومبوننتس هتبنيها انت بعد كده بالسكراتش وبعض الكومبوننتس هتستعملها من بره. ده شكل من اشكال الكونتكست مانجمنت سيستم او الكونتكست دايجرام. تبقى عباره عن رسمه بتعبر لك ايه البيلدنج بلوكس بتاع السيستم. خلاص؟ النوع الثاني من الدايجرامز بنسميه السيستم اركتكشر دايجرامز. اللي انا هقوله لك ده اتس جرادويشن بروجكت اركتكشر. ده واحد من مشاريع التخرج اللي كانت عامله فيري جود اركتكشر دايجرام. زي ما انتم شايفين كده مش شايفين اي حاجه كويس. هحاول اعمل لك زوم عليه شويه. ده شكل الاركتكشر دايجرام. هو هنا قاسم هو المفروض ان هو بيعمل سيستم علشان يعمل تاتش سيرفيس ويبتدي يعمل معاه شويه انتراكشن مع الزوم. فبقسم الدنيا بتاعته انت كومبوننتس. اول كومبوننت الهاردوير كومبوننت. الهاردوير كومبوننت بتاعه ايزر انفراريد كاميرا او بروجيكتور. عنده مجموعه من السوفت وير انترفيس والابلكيشن والانجن. والانجن ده ادي التفصيله بتاعته. عنده بقى ما اعرفش اوبجكت ديتكشن فيتشر اكستراكشن ريكوجنيشن سيناريوز بلا 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 تي واي او. في حاجات هيستعملها هيبنيها هو من سكراتش. في حاجات هيستعملها من بره. This is a typical system architecture is like this. كويس؟ معي في الاخر يقول ان عندي مجموعه من اللايبرز هنا انا هستعملها واسامي اللايبرز هي الاوبجكت تراكنج تكنيكس هيستعملها ايه الالجوريزمز. عنده نتورك بروتوكول عنده داتا اكسس لاير عنده داتا بيز لاير. كويس؟ فاللي انت شايفه ده اتس تيبيكال سيستم اركتكشر دايجرام. خلاص احنا عندنا كونتكست دايجرام وعندنا اركتكشر دايجرام. الكونتكست هيهتم بالدنيا من فوق خالص. واحيانا بيسمى الكونتكست الموديول دايجرام. يعني هو اصلا السيستم بتاعك ده متكون من كام موديول؟ ريبورتنج وستاتستكس ومانجمنت وريكورد بلا بلا بلا. هي دي الموديولز بتاعتك. خلاص؟ وممكن تفصصه اكتر وتسميه اركتكشر دايجرام. نشرح فيه كل لاير هي عباره عن ايه؟ بتاخد انبوت منين؟ الاوت بتاعها منين؟ مجموعه الحاجات اللي انت استخدمتها جواها اند سو اون. بعد كده هنتكلم على البروسيس برسبكتيف. خلاص؟ كونتكست مودل سيمبلي شوف ذا اذر سيستمز ان ذا انفايرمنت. نوت هاو ذا سيستم بين ديفلوب از يوزد ان ذا انفايرمنت. الكونتكست دايجرامز بتوري لك ايه الحاجات اللي انت بتتعامل عليها بره السيستم محتاج مين؟
لكن مش حواليه تفاصيل السيستم. Process models reveal how the system being developed is used in broader business processes. UML activity diagram may be used to define the business process models. يبقى process models تتوري لك شكل الداتا في السيستم بتاعك رايح فين وجاي منين. مش شرط شكل الداتا، الدنيا بتاعتك كلها على بعضها ماشيه ازاي. تعال نبص على الاكزامبل ده. ده بنسميه activity diagram. خلاص، فهنا هيقول لك process model of inventory detection. فاول حاجه هنا بيقول لك ايه، ان عندك information of detention decision، عندك decision معين محتاج تاخده. دي اللي هي الكيس بتاع الطوارئ، يعني جات لك حاله طوارئ، واحد جه على الاستقبال بتاع الطوارئ وانت محتاج تاخد decision اوديه في اي حته في الهوسبيتال. فاول حاجه هنا هتسالها inform patient of rights. خلاص، لازم تعرف البيشنت الاول، تعرف هو ايه حالته وايه ظروفه في الدنيا، تاخد شويه انفورميشن عنه، تعرفه هو ايه حقوقه. تمام، كويس. هنسوم ريكورد ديتنشن ديسيشن، تسجل الديتنشن ديسيشن وتسجل كل ده في المانجمنت هيلث كير سيستم. كويس، طيب هتطلع منها ب 2 ديسيشنز، يعني الداتا دي في الاخر تتجمع هنا في 1 ديسيشن، تاخد منها ديسيشن بعد كده، يا اما الراجل ده حد دينجرس يا اما الراجل ده حد نوت دينجرس. طيب لو هو حد دينجرس فاين سورس بليس، حاول تلاقي الراجل ده مكان تسكنه جوه المستشفى بتاعه. طيب لو هو افيلبل ترانسفير تو سكيور هوسبيتال، هنوديه مستشفى معينه، ولما يروح المستشفى هننفورم السوشيال كير، هننفورم النكست اوف كين اللي هو القرايب بتوعه ولا وات ايفر، هنابديت الريجستريشن فورم ونحط الكلام ده في الميديكال هيرث سيرفيس يونت ونستوب. طيب لو الراجل ده نوت افيلبل، ما عندناش مكان ليه، هنترانسفير للبوليس ستيشن، ومنها بقى نعمل نفس الخطوات وبعد كده نستوب. طيب لو الراجل ده ما كانش دينجرس، كان نوت دينجرس، هنادميت تو هوسبيتال، يبقى هنروح نحط الكلام ده في الادمنستريشن سيستم، وبعدين نكيب ونابديت ونعرف الكيز بتاعته وبعدين نستوب. يبقى لو لاحظت هنا في الاكتيفيتي دايجرام اللي انت شايفه هنا ده الديسيشنز وبعدين الكور من هنا لهنا اند سو اون، وكل ده مرتبط بالكونتكست دايجرام اهو. مش انا كان عندك اسمها مانجمنت ديزاستر سيستم وادمنستريشن وهوسبيتال، ما هم دول اللي ظهروا لك هنا اهو. السيستم بتاع المانجمنت هيلث سيستم، هنا ظهر لك المانجمنت او الادمنستريشن سيستم. فالدايجرامز اللي بنعيها الاكتيفيتي دايجرام دي بقى تربطها الكونتكست اللي انت بتطلعه وعلاقته ايه بالاكتيفيتيز اللي بتحصل في السيستم بتاعك. كويس، يعني هو عامل زي الفلوت شارت، اقرب ما يكون الفلوت شارت. كويس، بس هنا انت بتوضح الفلوت شارت ما كانتش بتوضح لك علاقه الكونتكست، الكونتكست الموديولز بتاعتك علاقتها بايه. هنا انت بتوري بس الاكتيفيتي الفلو بتاع الاكتيفيتي بتاعتك شكلها عامل ازاي، تروح من ايه لفين، ولو حصل كذا اعمل كذا. كويس، فا اتس كايند اوف فلوت شارت، لكن الاختلاف اللي فيها الجزء اللي انت شايفه ده، هو بقى كل السيستم دول هيسبورت فين. طيب بعد كده في عندنا حاجه اسمها الانتراكشن مودلز. مودل اليوزر انتراكشن از امبورتنت از ات هيلبس تو ايدنتيفاي اليوزر ريكوايرمنتس. لازم افهم اليوزرز بينتراكتوا ازاي عشان ابتدي افهم هم الريكوايرمنتس بتاعتهم ايه. وليكن مثلا السيستم بتاع المخازن. كويس، لو انت عايز تفهم فعلا السيستم بتاع المخازن ده لازم تروح فين؟ تقوم جاي رايح كده مثلا تروح لشركه زي اكس واي زد ولا بتاع، تقوم جاي رايح قاعد في المخزن عندهم، تلاقي راجل بيجي مثلا محمد هات لي 4 5 على 2 3 6، وانت قاعد بقى ايه؟ وهي 4 5 وهي 3 2 6، خد بالك قاعد يا عيني مش فاهم حاجه. وبعدين تيجي تسال وهي 4 5، يقول لك اه ده الكود بتاع الكلر بتاع البروسس، و 3 5 6 ده الراجل المورد، ده الكود بتاعه، واحنا بنحطها في المخازن بالطريقه دي. فعشان كده بيقول لك ايه؟ Modeling user interaction is important as it helps to identify user requirements. لو انت رحت الصيدليه وعايز تفهم فعلا السيستم بتاع الصيدليه ماشي ازاي، اقع في الصيدليه نص ساعه. كويس؟ تفهم بقى كل الدنيا ماشيه ازاي جوه. لما السيستم يبقى كومبلكس ومور كومبليكيتد مش هتقعد نص ساعه. هتقعد شهر.
2 3 في ناس ممكن تقعد على لايف سيستم سنين او سنه كويس بس بتجمع ريكويرمنتس. Modeling system to system interaction highlights the communication problem that may arise. بعض السيستمز اللي بتكلم مع بعض زي مثلا البانكينج سيستم كويس انت مثلا بتسحب بتحول فلوس من بنك لبنك فلو البنك الثاني ده في سام بيزون عنده مشكله مش هتعرف تحول فلوس مش كده يبقى انت لازم قبل ما تبعت فلوس للبنك الثاني تروح تساله الاول انت لايف ولا مش لايف مش كده عشان كده لازم تعمل ايه تفهم اصلا السيستم الثاني ماشي ازاي. Modeling component interaction help us to understand if a whole system structure is likely to deliver the required system performance and dependability. طبعاً لازم تفهم components, use case diagram and sequence diagram may be used for interaction models. There are two models مشهورين جداً تقدر تطلع منهم الـ interaction model بتاعك. الـ use case diagram ومين؟ والـ class diagram. Sequence diagram صح sequence ولا تطلع لك الـ sequence بتاعك. خلاص؟ طيب تعال بقى ناخد الـ use case modeling احنا اوريدي خدنا فكرة عنه قبل كده هنا هيبتدي يكبروا شوية. Use case where developed originally to support required election and now created into the human. فاكر زمان في الكورس بتاع الـ PBT كنت قاعد احكي لك حكاية كده اقول لك عندنا عربية بتدخل في سبق والعربية دي بعد ما دخلت في السبق بتنكريز السبيد وبتداونلود السبيد وعندنا ثلاث أنواع من العربيات هوندا ومازدا ومعرفش إيه وممكن بعد شوية أقول لك لا ده ثلاث عربيات كاتيجورايز إنتو تراك وموتور بايك وكذا وتيجي أنت تقول ساعتها إيه؟ وتيجي تقول إيه طيب؟ A car have a speed. A car can increase speed. The car كان معرفش إيه ترسم تطلع الناونز وتربط كل الحاجات بعضها. فهنا هتيجي أقول لك بقى Each use case represents a discrete task that involves external interaction with the system. معظم الـ use cases هتبتدي تinteract مع السيستم بتاعك. خلاص؟ أكتر إن use case may be people or other systems. الأكتر زول ممكن يبقوا بني آدمين ممكن يبقوا other systems. Represented diagrammatically to provide overview of the use case and in more details in the textual form. ده بترسمها كرسمة وبعدين ترجع تكتب الـ use case دي هي عبارة عن A typical example of a use case and then a medical receptionist high transfer data to patient record system. خد بالك من نقطة مهمة جدا إن بعض المحاضرات بيقعوا في فيري بيج ميستيك إن هو بيجي عامل موديلنج لكل الدنيا بتاعته على ده اكس 1 سيستم فبيجي جاي عامل كده ادي البيشنت بيرجستر وبعدين عندي هنا حاجه اسمها سيستم تعمل كل حاجه بتجبت البيشنت ريكورد وكمان بتست البيشنت ريكورد وكمان بتجنريت الارم وكمان بتترانسفير الداتا تعمل كل حاجه في الدنيا لو عملت ده اتس رونج خلاص ليه بقى؟ لان زمان لما كنا بنكتب ستراكشر بروجرامينج قبل ما يبقى تعرف حاجه اسمها كونتر بروجرامينج بتعمل ايه؟ بتكتب فويد مين والفويد مين ده بينادي على كام فانكشن؟ 20,000 فانكشن مش كده؟ وكل ده في بروجرام واحد فاهم بتاخد كورس داتا ستراكشر تروح تكتب كده فايل في كل الفانكشنز اللي في الدنيا قد ريموت وبوب وبتاع عارف في البيت بروجرام بينادي عليهم ففعليا سيستم از دوينج ايفري ثينج لما جيت خدت الكورس بتاع بي ان 2 قسمنا لك الدنيا شويه قلت لك لا خد بالك ده في بقى حاجه اسمها كلاسز واوبجكتس والكلاسز فبالتالي لو انت رجعت تاني في الديزاين بتاعك وخليت السيستم يعمل كل حاجه يبقى انت كده رجعت لمين؟ لزمان الاستراكشر بروجرامنج الاوبجكت اورينتد مبني على كونسيبت اوف الكابسوليشن تحط كل حاجه في كبسول عشان تعرف تقسم وديفايد كونكر بلا 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 فيو هاف تو سبليت وات سيستم از دوينج انتو سمول انتيتيز علشان بعد كده دول يطلعوا لك از كلاسز فلو انت عاوز تقول مثلا كيس زي السيستم هيعمل يساوي زون خصص السيستم ده اعمل هنا حاجه اسمها بيشن سيستم الارم سيستم واعمل حاجه اسمها ايميل سيستم وداتا بيز لو انت عاوز تعمل مع كذا سيستم خصص السيستم بتاعتك دي انتو سب ديفيجنز خلاص وكل واحد فيهم يعمل حاجه معينه ولذلك
اولموست شايف انا كاتب لك ايه بيشنت ريكورد سيستم. هو ده سيستم برضه بس بتاع مين؟ البيشنت. كان ممكن يقول لك هو سيستم وخلاص يبقى السيستم بقى هو اللي حاجه كل حاجه في خلاص. لكن كل ما تخصص كل ما تقسم السيستم ده انتو مور سمول سب سيستمز كل ما ده يبقى احسن عشان بعد كده ما يطلع في المصدر اليوم بتاعك يطلع فريق شكلها احسن. طيب بعد ما تخلص اليوز كيس از دايجرام تبتدي تطلع منه ايه؟ فور زي اللي انت شفتها قبل كده مع مهندس شباب قلت لك في كذا فور ممكن فورمز تحط فيه كونديشن وبوست كونديشن ممكن تحط فورم فيها ان واوت ممكن فورم زي ده تحط حاجه اسمها داتا وستيمولس يعني ايه اللي بينيشيت اليوز كيس ده تحط الاكتفز تحط الديسكربشن دي بتعمل ايه بتساوي ايه تحط داتا الستيمولس ايه اللي بيخلي الفانكشن تشتغل الريسبونس هتطلع ايه بعد ما تشتغل الكومنتس لو في بعض الكومنتس الايثيكال يوز كيس فور ميديكال ريسبشنست عندي حاجه اسمها ريجستر بيشنت ان ريجستر بيشنت فيو بيشنت انفورميشن ترانسفير داتا كونتاكت بيشنت كل دي حاجات ممكن يعملها ايه ريسبشنست. طيب عرفت كده عن اليوز كيس دايجرام تعرف ازاي ترسمه تعرف ازاي تكتبه وده المفروض انك تعمله في الاس ار اس خلاص انت اوريدي اكيد اوير انت بتعمل ايه بالظبط. تاني نوع من الدياجرامز هو السيكونس دياجرامز. السيكونس دياجرام is a part of human and are used to model the interaction between the actors and the objects within the system. يبقى السيكونس دياجرام هو بالظبط كده كانك مسكت اليوز كيس وعملت عليها زوم ماسك عدسه كده وعامل على اليوز كيس زوم فيبتدي يطلع لك الريليشن شيبس ما بين الاوبجكتس اللي في اليوز كيس الاكتورز وما بين الاوبجكتس الاوبجكتس الموجوده في الـ في السيكونس بتاعه في اليوز كيس بتاعه. السيكونس دياجرام شوز ا سيكونس اوف انتراكشن ذات تيك بليس دي ان ا بارتيكولار يوز كيس اور يوز كيس انستنس يعني بص كده على اليوز كيس يعمل زوم يطلع لك الكلام اللي فيها. اوبجكتس اند اكتورز ار انفولد اند ليستد الونج ذا توب اوف ذا دياجرام. ركز معايا الاوبجكتس والاكتورز involved are listed along the top of the diagram with a dotted line drawn vertically from this. Interaction between objects are indicated by allocated arrows دي مجموعه من الاروز اللي عليها allocations او كلام ده typical sequence diagram عند medical receptionist يبقى ده ايه؟ اكتور مش كده؟ طيب ودول عباره عن ايه؟ Objects. اهو ارجع تاني. The objects and actors involved are listed along the top of the diagram. ادي top of the diagram. ادي الاكتورز وادي مين؟ الاوبجكتس اللي بيتعامل معاها الاكتور ده. طيب وين الفيرتيكال لاينز دي؟ الزمن اللي هو يتعامل معاها ترجع له البيشنت انفورميشن
انفورميشن يا اما طلع ايرور ويقول له السبيسيفيكيشن از فيل. كويس. طبعا كل حضراتكم كل السيستمز اللي انتوا واخدينها كلها فيها ايه؟ ريجستريشن فورم صح؟ يعني بتريجستر بيشنت، بتريجستر معرفش اونر، بتريجستر ادمنت، بتريجستر كلاينت، مش كده؟ فكلهم هتكمل فيهم الدايجرام ده بلا استثناء. كويس؟